ايه ده؟ ايه اللي رجعك بدري قوي كده؟ من النهارده مفيش شغل تاني يا ماما، خلاص لا هروح ولا هرجع. عملتيها برضو؟ ايوه قدمت استقالتي. طب كنت اصبري شويه لغايه ما تشوفي ميسك هتنفذ وعدها ولا لا؟ ولا انت ماليه ايدك قوي ومتاكده انك ما بتشتريش سمك في ميه؟ حتى لو ما نفذتش وعدها يا بابا خلاص مبقاش ينفع اشتغل في شركتها دي تاني. هتنفذ يا فؤاد وهتقول سلوى قالت. ماشي اللي تشوفوه، بس انا كده عملت اللي عليا وماشي. ماشي ماشي رايح فين يا بابا؟ مش عارف يا مصطفى، بس الشيء المؤكد ان انا ماليش وعد هنا. ده اتفقنا من امبارح. بعد اذنكم هجهز واوضب شنطتي. وبعدين يا ماما هنسيبه يمشي كده؟ سيبك منه دلوقتي، بكره يفوق ويفهم ويرتجع عن اللي في دماغه. خلينا في مسك، انا جبت شهاده من المأذون على ما نوثق العقد. تفتكري يعني دي ممكن تاخد بيها مسك؟ اكيد. انا مش عارفه ايه اللي جابك من الشركه بدري، كنت استنيتيني وجيت لك وقابلنا وخلصنا الموضوع على طول. هي قالت هتيجي بنفسها النهارده والفلوس في ايديها. بجد؟ بجد يا ماما. المهم بس خلينا بابا دلوقتي، احنا لازم نحاول معاه. يا ستي هو لما هيشوف الفلوس هيغير رأيه. أنا تعبت وزهقت خلاص. وعلى فكرة لو ما جاتش الليلة دي زي ما أنتِ بتقولي أنا هاخد بعضي وأروح لها. أنا خلاص مش قادرة لا أستنى ولا أصبر أكتر من كده. نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.